حسن. لا، السنة دي في ماونتن فيو قررنا نعمل حاجة مختلفة في رمضان. في الأول سألنا الناس إيه هو أحلى فيو؟ جات لنا إجابات كتير، كل واحد شايف إيه أحلى فيو بالنسبة له. المختلف إن ناس كتير قالت إن أحلى فيو بيخليهم مبسوطين هو العيلة. تواصلنا مع عائلات من سكان ماونتن فيو وقررنا نعمل لهم مفاجأة عمرها ما كانت تخطر على بالهم. بعتنا لهم دعوة لفطار مختلف وجميل جوه ماونتن فيو، يعيشوا في جو رمضان واللمة بس ما يعرفوش إنهم مش لوحدهم. احنا وصلنا المطار، مش عارفة لو سمعتوا صوت الهواء هنفطر في إيه؟ لمصر. كل عيلة منهم ليها حد عايش برا مصر وما تجمعوش من سنين. ليلو هنروح فين؟ الطيارة. علشان مين؟ حفيدة وحشها حضن جدتها، وإخوات نفسهم من تاني في لمة زمان. عشان كده كان لازم نجمعهم تاني مع بعض. يعني ماونتن فيو they didn't miss anything. مشفتناش من 3 سنين، مشفتش حفيدة. وقبل الفرحة الكبيرة كان في فرحة صغيرة. قلنا لكل عيلة اننا هنخليهم يكلموا حبايبهم اللي بره مصر على الفطار ويعيشوا اللحظة دي مع بعض من ورا الشاشة، بس ما كانوش عارفين المفاجأة اللي بجد. وجات اللحظة اللي كلهم مستنيينها. هاي سونسون. ران رونا. الو الو، سمعنا؟ كان نفسي اكون معاكم. شكل الفانيو حلو قوي. توتا وانت بتدمعي؟ وحشاني. وحشاني قوي. يا ماما ازيكم؟ وكان نفسي جدا جدا ابقى معاكم. الفطار في مصر مختلف تماما. نفسك في ايه ان شاء الله على رمضان الجاي؟ تكونوا معايا. يلا باي باي. يلا حسن سناء وليلو. أيوة سمعنا. في حاجة هنا. لا 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 والله العظيم وحياة لا لا لا. أحلى فيو مش بالأماكن والبيوت، لمة العيلة هي أحلى فيو، لأن مهما كان الفيو حلو مش بيكمل غير بناسه.